السلام عليكم ورحمة الله. تطبيق تليجرام هذا التطبيق الجميل لمشاركة الملفات. كيف أنشئ قناة على تطبيق تليجرام؟ طبعا بداية لابد أن أكون قد قمت بتحميل هذا التطبيق، وهو كما تشاهدون نظر أمامكم. أنقر على هذا التطبيق وأفتحه. التحديث الجديد لتطبيق تليجرام أنك حتى تنشئ قناة تذهب إلى إشارة القلم في الأسفل كما تشاهدونها. أنقر على إشارة القلم، تظهر لي مجموعة خيارات. أنقر على الخيار الثالث قناة جديدة، وهنا أختار اسما للقناة، نفرض أني سأسميها Champions، وهنا أنشئ وصفا لها، عفوا ليس هكذا، Champions تمام. الوصف نقول أنها مثلا قناة مختصة بكرة القدم، Football Heroes، هذا مثال طبعا، عفوا Heroes، هذه كلمة Heroes، وأنقر على الصح تمام. هكذا قمت بإنشاء القناة. هنا لدي اختيار من اثنين، إما أن تكون قناة عامة أو قناة خاصة. في حال كانت قناة خاصة أي أنه لا يمكن لأحد أن يراها إلا من أقوم بدعوتهم، هي قناة مختصة لأشخاص معينين حسب رغبتي أنا. يظهر لدي الرابط مباشرة، أقوم بنسخه وإرساله إلى الأشخاص لينضموا إلى هذه القناة. في حال اخترتها قناة عامة، هذا يعني أن أي شخص يمكنه الانضمام إليها. أكتب مثلا هنا لابد أن أنشئ الرابط بنفسي، فوتبول 2-3، الاسم متاح، هذا هو الرابط العام لهذه القناة. أنقر على إنشاء، ثم أبدأ بإضافة الأشخاص الذين أريد أن يكونوا في هذه المجموعة. سأختار هذا الشخص لا على التعيين. هكذا قد تم إنشاء القناة في 24 أبريل كما تشاهدون. وهنا يمكنني أن أقوم بخيارات عديدة، طبعا سواء كانت قناة عامة أو خاصة. الإشعارات، إذا نقرت على هذا الخيار يمكنني أن أحولها إلى إشعارات مسموعة أو أني أكتم الإشعارات تمام. المشاركة، يمكنني أن أشارك أمورا كثيرة مثل مقطع صوتي، أو أقوم بإنشاء استفتاء على تليجرام، أو أشارك الموقع، أو أشارك ملف تمام. ملف قد يكون باوربوينت أو فيديو أو PDF أو إلى آخره من ملفات، أو أشارك من المعرض فيديوهات وصور كما أشاء. إذن هي قناة قد تم إنشاؤها، وأستطيع من خلالها مشاركة الملفات التي أريدها. والأمر الجميل في الأمر الاستفتاء، يمكنني أن أطرح سؤالا مثلا، من سيفوز بأمم أوروبا أو بأبطال أوروبا؟ طبعا هذا مثال بأبطال أوروبا، بأمن أوروبا، بأبطال أوروبا تمام. الخيارات لابد أن أضيف الخيارات، ريال مدريد هذا مثال، إضافة خيار ريال مدريد، خيار آخر سيتي اللي هو مانشستر سيتي تمام، إضافة خيار ليفربول، إضافة خيار الفريق الرابع فياريال تمام. هكذا أكون قد أنشأت هذا الاستفتاء، وكل من في هذا الفريق سيشاهد هذا الاستفتاء بشكل مباشر. يمكن أن أستفيد منه أصحاب العمل في الأماكن التعليمية، في استفتاءات للطلاب، أي أوقات الدوام تفضلونها، متى تفضلون أن تكون حصة الرياضة، متى تفضلون أن تكون الرحلة التعليمية لديكم، وهكذا. فكل هذه الأمور أتحكم بها مباشرة من خلال القناة، وأشارك جميع الملفات والبيانات التي أريدها. هذه كانت نظرة سريعة على تطبيق تليجرام كما شاهدتم، وكيف أنشئ قناة بشكل سهل وسريع تمام. ها هو الخيار قد تم إنشاؤه، وقد تم إنشاء الاستبيان. أيضا يمكنكم أن تقوموا بتوجيه دعوة من خلال النقر على اسم القناة. لاحظوا معي، هذا هو رابط الدعوة، كل ما علي فعله النقر على رابط الدعوة وأختار كوبي وأرسلها إلى الأشخاص الذين أرغب بأن يكونوا معي في هذه المجموعة، فأقوم بدعوتهم بشكل مباشر إليها. أتمنى أن يكون الموضوع واضحا وسهلا لكم. طبعا المشتركون يظهرون لدي، طبعا هم اثنان فقط الآن، المشرفون واحد اللي هو أنا تمام. هذه أهم إعدادات القناة تمام. لاحظوا أني قد أشارك أيضا باركود، فقط يقوم الشخص بمشاركة أو مسح هذا الكود فينضم إلى القناة بشكل مباشر. ويمكنني أن أشارك الرمز وأختار شكل الرمز الذي أريد، لاحظوا معي كيف أستطيع تغييره، أوكي. ثم أنقر على مشاركة رمز،
وأقوم بالذهاب إلى خانة الواتساب وأبعثه إليه بشكل مباشر، فيقوم بعمل سكان له ويشترك بالقناة. أتمنى أن يكون الموضوع واضحا للجميع. لأي أسئلة أخرى حياكم الله في قناتي للاستفسار. أتمنى من الجميع الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.